أصحاب الفضيلة هيئة التحكيم المسابقة. أصحاب الفضيلة المشرفون والمشرفات بهذه المسابقة. ويا أيها المستمعون الكرام، أحييكم تحية، تحية من قلبي عميق، تحية خير تحية في العالمين، تحية إسلامية. فتحية الإسلام هي السلام. السلام على من رد السلام، السلام على من تسلم بدين الله الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل السماء فراشا وجعل الأرض بناء، وأنزل الله القرآن على نبينا المصطفى وجعل القرآن عربيا فاصحا. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد المولى، وأشهد أن محمدا عبده الكريم ورسوله المصطفى الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا. تعالى نشكر الله على كل نعم بسرور وسعادة حتى نستطيع أن نتبع بهذه الفرصة الغالية في وقت شبابنا هذا. وما كنت ناسيا، هيا نصلي ونسلم على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور تحت ظلال الإسلام والإيمان والإحسان. فالآن ويا إخوة المسلمين الكرام، اسمحوا لي أن أقدم لكم خطبة قصيرة عربية تحت الموضوع اللغة العربية تاج المسلمين. ويا إخوتي في الله، كما عرفنا كانت لغة القرآن عربية، أنزل الله تعالى على نبينا محمد عربية. وكذلك كما قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السورة يوسف الآية الثانية. كما كتبت في الآية أن اللغة العربية هي لغة القرآن، أنزل الله تعالى في جزيرة العرب كان عربيا فاصحا، وأنزل رحمة للعالمين هدى وبشرى. القرآن كالهدى يحمل الناس من الظلمات إلى النور، ومن العصر الجاهل إلى العصر الفقيه. وهذا القرآن يجب علينا أن نفهمه جيدا لفظا ومعنى، لأنه هدى للناس جميعا. ولكن كيف نفهم القرآن؟ فإذا كنا لا نقدر بنطق لغتها، فهذا مهم علينا أن نتعلم اللغة العربية كي نفهم القرآن جيدا، ونعمل ما أمر الله تعالى بالخشوع، ونبتعد ما نهى عن كل ما شيء كتب في القرآن. أيها السادة، أن اللغة العربية ليست كاللغة الأخرى، كما أن اللغة العربية هي أفصح اللغات وأغناها، وهي كما قلت لغة القرآن، أنزل الله وحيه بها. ولا يخفى عليكم أيضا أن اللغة العربية هي مفتاح العلوم الدينية، ولا يتسنى لأي طالب أن يتبحر في العلوم الدينية بغير إتقان اللغة العربية. فهذه اللغة هي لغة المسلمين في جميع أنحاء العالم، فاللغة العربية تاج المسلمين. أيها إخوتي في الله، كان كبار العلماء آباؤنا كالإمام الشافعي يتعلم اللغة العربية منذ صغره، كالنحو والصرف والبلاغة والشعر، وهذا أساس له ليفهم العلوم الدينية دقيقا بالتلاقي مع أساتذته القدماء العالم. فالآن كثير في بناء المعهد والمؤسسة في تعليم اللغة العربية في العالم،
خصوصا في هذا إندونيسيا. والمعهد والمؤسسة في تعليم اللغة العربية له دور كبير، ونحن كذلك في الدور هذا الأهم، وهيا نتحمس لانتشار اللغة العربية في العالم خصوصا في إندونيسيا هذا، ليحصل العلماء في حفظ الدين وحفظ اتحاد المسلمين جميعا. ويا إخوتي الأعزاء، ولقد عرفنا أننا نقرأ كتاب الله ونتعبد بتلاوته إلى الله تعالى بهذه اللغة، فلذلك لازم علينا وعلى كل طالب أن يجتهد في تعلم هذه اللغة العربية ليصل إلى كل ما يتمناه من العلوم الدينية. فأرجو إلى الله تعالى أن يسهل وييسر لنا في جميع أمورنا في حياتنا. آمين يا رب العالمين. ربما هذا ما أريد إلقاه إليكم، وأسألكم العفو إن تقطتم عني في الكلام، وأقول لكم شكرا جزيلا على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.